سعد المجرد سأعود قريبا. لمح نجم البوب المغربي سعد المجرد إلى عودة قريبة له إلى بلده المغرب بعد غياب طال لأشهر طويلة عقب أزمته الأخيرة بفرنسا. وكشف سعد المجرد في تدوينة نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام خاصة بها المصمم المغربي عصام وشمة بمناسبة ذكرى عيد ميلاده أنه سيحل بالمغرب قريبا للاحتفال بهذه المناسبة معا باعتباره أقرب أصدقائه. وقال المعلم في تدوينته: عيد ميلاد سعيد لهذا الشخص الرائع الذي كان ولا زال أفضل أصدقائي، أحبك حبيبي وأتمنى لك سنوات وسنوات من السعادة والنجاح إن شاء الله، سأعود قريبا لرؤيتك والاحتفال بعيد ميلادك معنا. يذكر أن المحكمة الجنائية بفرنسا أسقطت تهمة الاغتصاب عن سعد المجرد وبات متابعا بتهمة فقط، الأمر الذي عجل ببراءته الكاملة والتي سيعلن بها علنا في الأيام القليلة القادمة. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.